قريبا سيصبح التعليم في المغرب بهذا الشكل. الألف هو عبارة عن عمود طويل فوقه همزة، ماشي من دوك الهموز ديالك الحاج. هذه تسمى همزة. إذا شكون فيكم يعطيني شي كلمة فيها حرف الألف؟ اتفضل. أح. حسن جدا. أح. تفضل. أمي. أمي أمي. جميل جميل جدا جميل. أي 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 أي. هذه كله كلمات توحي بأن حالتكم الصحية جد متهرئة، يعني حالة يرثى لها. كيفاش كيقولوا يعني تقين تقين تقين. ده وزير معانا.